عسلامة. عسلامة. لاباس؟ الحمد لله. عرفنا عليك. اسمي عز الدين تراعي، مقال عسنين، ولاية الكاف. شنو سبب زيارتك لتونس؟ تربص. اي. كيفاش كان التربص نتاعك؟ الحمد لله، وهو سيدي جام مازال فيها ايامات، معناتها مازال ما كملش. الحمد لله، الحمد لله في بلاصه باهيه والحمد لله. شنو نسالك، هل استعمال اليومي لمواقع التواصل الاجتماعي خليت برشا عبيد مدمنه اليوم؟ خليت مدمن عليها، والادمان هو اصلا تاثير جاي من نتيجة جاي من كثرة الاستعمال للانترنت، الاستعمال المفرط للانترنت، وسائل التواصل الاجتماعي، وزاد الالعاب اللي مربوطة بوسائل التواصل الاجتماعي، مربوطة بالفيسبوك، مربوطة بالايميل، ولد فيهم الإدمان، ولد فيهم وصل ولد فيهم حالة العنف، ولد فيهم زاد الانعزال عن بقية العائلة، انعدام التواصل الحقيقي. هو شنية وسائل التواصل الاجتماعي، هو تواصل وسائل السوشيال ميديا، هو تواصل افتراضي غير حقيقي، ما ناش نتواصله مع الشخص بصفة مباشرة، بصفة غير مباشرة. وهسه التواصل الاجتماعي راهي عندها كما عندها مخاطر، عندها إيجابيات صادرة ما نكروهاش. أنت تستعمل مثلا كل يوم؟ الحقيقة كنت قبل نستعمل كل يوم، لكن توا قليل، لكن قليل نستعملها توا. تو كان تستعملها نلوج على انديس مثلا تاع حاجه حشتي بها، انفورماسيون حاجه حشتي بها في ستاج نلوج عليها، ولا شويه فيسبوك. نجم تعدي نهارك من غير ما تحل فيسبوك ولا من غير ما تستعمل التليفون معناها باش تدخل الموقع من مواقع التواصل؟ سيدي جان نعدي ايامتي تو من غير فيسبوك عادي. عندو الفيسبوك، نحكي على مواقع التواصل بصفة عامة. مواقع التواصل بصفة عامة، وأنا مستعمل فيها كان الفيسبوك والإنستغرام، شوية تيك توك، شوية يوتيوب، هكا هو. أنت قلت كيما فما سلبيات فما إيجابيات، فاش تتمثل مثلا الإيجابيات؟ الإيجابيات تتمثل في النجم نوصل للبعاد علينا. مثلا كبري شخص بعيد على عائلته يسكن برا في فرنسا في اوروبا جيران مو ما نلقى ما نجمش يوصل لنا كيما كنا في وقت كان الحظر التجوال في الكورونا وكل شيء، عباد ما تخرجش من ديارها، بس السفرات بطلت وكل شيء، الليفول بطل. نلقوا قدامنا الانترنت، فيسبوك، واتساب، هانج اوتس، اي حكايه نحكوا بها مع الاقارب مع الحباب. وزاد بزياده هي معظم الشركات والمعاملات الماليه ولت مرتبطه واسهل، ولت اسهل بالانترنت، ولا الاقتناء نتاع المنتجات اصلا يولي عن طريق الانترنت، عن طريقها نشروا منتج، نتواصلوا مع السوسيتي هذيك اللي تبيعه ونكماندو عليه نوصلوا عليه يجينا بعد مدة. شنو رايك في التجارة اونلاين يعني؟ عادية، كيف ما تفرقش على التجارة العادية، كلها ممكن ولت اسهل، رابيديتي كانش باش نقولوا هكا. فما ثقة في البرودوي يعني؟ هي ثقة الحقيقة ما عادتش، حتى لو كان مش بركة بالتواصل، تشوفها في التواصل الاجتماعي، حتى تشوفها ريال مو ما تثقش، فمش ثقة، فمش قليل المصداقية
انه واحد يبايع شفاف ويطلع المنتج بتاعه منتج باهي اون كاليتي، الاكثريه تطلع مغشوش سلام مغشوش. هذاك مواقع التواصل الاجتماعي حاجه ضروريه ولا نجم نتخليوا عليه؟ هي نجم تتحلى عليه مثلا انه نجم نعيشوا كيف ما قبل، نجم نعيش عادي عادي الا اليوم ما نجموش نستغنوا عليه. ما ناس تقول لك ما نجمش نستغنى عليه، لكن ريالمون نجم نعيشوا بلا بها عادي، وهي كان تنقص وسائل التواصل الاجتماعي يرجع التواصل الحقيقي ونبعدوا على التواصل الفيرتويل ليماجينير، نبعدوا عليه اكثر ما يمكن، نولوا نتعاملوا مع بعضنا فاس فاس، نتقابلوا فاس فاس، نتعاملوا مع بعضنا ونحكوا مع بعضنا، وحتى في وسط العائلة يولي يرجع هكا التواصل وترجع هكا اللمة وجه والضحك واللعب مع في العائلة مع أفراد العائلة. أنت في عائلتك كل واحد شد تليفونه وتحسوا في كوان وحده ولا؟ احنا في عائلتنا تو ما فهمش الانترنت، تو تليفون ما فهمش قليلة الانترنت، تو موجودة كانت تلفزة والتليفون هذا نكلموا بيه كهو تليفون سامبل نكلموا بيه وكهو تستعملوا تليفونات سامبل؟ سامبل تو سامبل قليلة وصلا قليل. مع أصحابك مثلا؟ أصحابي حقيقة ما عندي أصحاب، هذا الأصحاب الكل هم اللي يجي يلعبوا الكل في الفري فاير، عاد فما لعبة اسمه فري فاير، الفري فاير تعرفوه، يلعبوا في الفري فاير واللي هذا شاد الفري فاير، اللي هذا شاد انستغرام، اللي هذا شاد فيسبوك، قليلوا يحكوا مع بعضهم. يعني ما فماش تواصل؟ ما فهمش خذ كلمة واعطي كلمة كيف ما قلنا قبل ما كان ما عادتش هذه ما بين الأصحاب. نعم في الخدمة وإلا في الستاج تحس روحك تستعمل مواقع التواصل الاجتماعي أكثر معناها في الخدمة؟ هي ضرورية في الخدمة الزاد، والزادة نجم نربطها بالكورونا اللي كنا نعاني فيها. كيفاش تربطها؟ يكون من كانوا ما الموظف ما ينجمش يمشي البرو بيروه يخدم داري حاضر تجول وكفر في وحسيل وحجر صحي، كان فرضات الدولة خدمة عن بعض يخدم عن بعض. كلمة الختام شنو تحب تقول؟ كلمة الختام نشكر الناس الكل، الناس الطيبة الكل على المشاهدة.